مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده يوم السبت، اليوم اللي بنعمل فيه الاكل السريع، الاكل اللي بيتعمل في حله واحده، في طاسه واحده، او في صينيه واحده، عشان لو احنا ما عندناش وقت. ومتفقين دايما ان احنا هنعمل اكل سريع بس طعمه حلو، هنعمل اكل سريع بس مقاديره مظبوطه، مقاديره لايقه على بعض، في النهايه تدي طعم حلو ان شاء الله. خليني اقول لكم انا هعمل ايه النهارده. النهارده هعمل لحضراتكم مقلوبه بدبابيس الفراخ، هعمل كمان كيكه كيك بالبلح الامهات بالتمر، هنعمل كمان القدوس، سلطه او صلصه الطماطم اللي تتاكل مع المقلوبه اللي طعمها حلو جدا. هنعرف المقادير، المكونات، هنعمل ده ازاي بعد ما نرجع لحضراتكم من الفاصل. استنونا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. رجعنا عشان نعمل الاكل السريع، الاكل السهل اللي بيتعمل بسرعه بس في نفس الوقت طعمه حلو. زي هفكر حضراتكم مره ثانيه هنعمل ايه. هنعمل مقلوبه، هعمل دقوس، وهعمل كيك بالبلح الامهات التمر. طيب تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي بالظبط. هقول لحضراتكم الاول مقادير المقلوبه، مقلوبه دبابيس الفراخ هبتدي فيها وانا مع حضراتكم من دلوقتي لمده ساعه على الهواء مباشره. تقدروا تتواصلوا معنا من خلال الارقام الهاتفيه اللي هتظهر او اللي ظاهره دلوقتي على الشاشه قدام حضراتكم. يلا بينا نشوف حالا ايه هي المقادير. مقلوبه دبابيس الفراخ اللي هتتعمل في صينيه واحده، مش محتاجين كذا، مش محتاجين نوسع كذا معون او كذا صينيه او كذا حله. يلا نشوف المقادير ايه. كيلو دبابيس فراخ، 3 كوبايات رز، شرايح بتنجان مقليه، شرايح بطاطس واخده برده تحميره سريعه كده، شرايح بصل، 3 معالق سمنه، ملح وفلفل، حبه هان، شرايح طماطم، عودين قرفه، ورقتين لورا، وثلاث كوبايات مرقه. كل ده هيتعمل في صينيه واحده بس، يعني احنا في صينيه واحده بس هنطلع المقلوبه دي، فهي مش هتاخد وقت حتى في الصنع. هتشوفها مع بعض دلوقتي هتتعمل ازاي، وان شاء الله تعجب حضراتكم جدا. اول حاجه هعملها ان انا هجيب الصينيه اللي انا هستخدمها. لما نيجي نعمل مقلوبه خلينا نختار صينيه او حله يكون الاكل ما بيلزقش فيها، يكون فيها ماده التفلون علشان لما نيجي نقلب بسهوله. حاجه تانية عايز اقول لحضراتكم عليها، لما نيجي نقلب المقلوبه سيبوها تبرد الاول عشان طول ما هي سخنه مش هتنزل متماسكه. لما بتبرد وتيجوا تقلبوها هتلاقوها اتقلبت كويس جدا. يلا بينا نبتدي بالمكونات، نبتدي بالمقادير. النهارده معلش سامحوني شويه، ضرسي بس بيوجعني فوشي وارم شويه، بس الله يسلمك يا حبيبي، ميرسي. طيب عملت ايه دلوقتي؟ حطيت السمنة. أول حاجة هبتدي بيها هي السمنة. حطيت السمنة وهسيب السمنة تسيح هنا، وعلى ما تسيح السمنة هعمل إيه بقى؟ خلينا نجيب طبق نحط فيه دي. هعمل إيه على ما السمنة تسيح؟ هجيب بولة أحط فيها الفراخ، دبابيس الفراخ كلها، كيلو الدبابيس. حلو. وبعدين بعد ما حطيت دبابيس الفراخ هتبلها بالملح والفلفل. الملح والفلفل كافي في الخطوة دي، لأن أنا لسه بعد كده هحط توابل تانية، لسه هنحط قرفة خشب وهنحط ورق لورا، بس مش على الفراخ، هوري حضراتكم هنحطها في أنهي خطوة بالظبط. هنشوف إيه الأخبار هنا. طيب نزود شوية ملح، شوية فلفل أسود كمان. حطينا كده ملح وفلفل أسود، نيجي هنا نقلبهم سوا. نخلطهم لغاية ما الملح والفلفل يختلطوا بدبابيس الفراخ. طيب سؤال هنا، هل أنا هنا محتاج أتبل دبابيس الفراخ دي لفترة؟ لا مش محتاج. ليه مش محتاج؟ لأن كده كده لسه في سائل، لسه في مرقة هتتحط، والرز هيستوي معاها وهيبقى معاها البتنجان، فهي كده كده هتاخد طعم أثناء التسوية، مش محتاجة تتبل مسبقا. يا دوبك بس قبل على طول ما أشوحها في الزيت بحط عليها الملح والفلفل زي ما حضراتكم شفتوا. تعالوا بقى نختبر الزيت نشوف سخن ولا لا، ونحط واحد من الدبابيس. كويس، جيد. هحط دلوقتي دبابيس الفراخ تتشوح. بحاول احطها على الناحيه اللي فيها جلد علشان تاخد لون.
ومش عايز املى الطاسه. لما بملى الطاسه ببردها فما باخدش طعم وريحه التشويح. ممكن بقى اجيب معلقه كده او سباتولا تانية وابتدي ان انا اخد بيها شويه من الدهون دي، شويه من السمنه، واقربها من الفراخ كده، من الدبابيس. بالشكل دوت. وبعدين هبص عليها بصه سريعه اشوف ماشيه كويس ولا لا. ماشيه كويس جدا، لسه بتتشوح، لسه بتتحمر، وانا مش مالي الطاسه، مش مالي الصينيه زي ما حضراتكم شايفين. عايز لون ذهبي حلو، اللون ده معقول كويس جدا. تعالوا نشوف الثانيه عامله ايه. لون ذهبي فاتح ماشي كويس جدا. برضه مش عايزه تبقى في الزيت اكتر من كده، ودي كمان ماشيه كويس. حلو جدا. المقلوبه انا النهارده هحط فيها بطاطس، هحط فيها شرايح طماطم، هحط فيها بتنجان مقلي، وهحط فيها بصل. هل الحاجات دي لازم احطها وما ينفعش اغير؟ لا، ممكن ازود او اقلل. يعني لو مثلا انت ما بتحبيش البطاطس او ما بتحبيش الطماطم، ما بتحبيش البصل، ممكن تشيلي حاجه من الحاجات دي. وممكن كمان مش بس تشيلي حاجه من الحاجات دي، ممكن تزودي حاجه موجوده عندك في الثلاجه. يعني مثلا لو عندك قرنبيط ممكن تزودي قرنبيط، عندك نوع تاني من انواع عندك كوسه ممكن تحطي كوسه، عندك نوع تاني من الخضار موجود في الثلاجه ممكن تضيفي لي المقلوبه. الاساس بتاع المقلوبه اللي انا بعملها النهارده هو الرز والفراخ والخضار. الخضار انت اللي هتقرري هتحطي ايه بالظبط. طيب يلا بينا نكمل تشويح للفراخ. طيب كده الفراخ اتشوحت من الجنبين، هل هي كده استوت؟ لا، انا كده كده مش هسويها هنا، هي كده لسه ما استوتش، وانا عارف ان هي لسه ما استوتش. هعمل ايه؟ هطلع الشويه اللي انا شوحتهم دول في طبق خارجي، وبعد ما اطلعهم في الطبق الخارجي هكمل تشويح بقيه الفراخ. تشويحه سريعه كده. ونحط هنا كمان. طيب ممكن استغل بقى الفترة او الوقت اللي بيحصل فيها تشويح هنا للفراخ، واعمل ايه بقى؟ هاخد البصل هحطه هنا على جنب. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ادبل البصل، عايز اطريه. ليه؟ علشان ينزل السكر اللي موجود جواه. البصل بيدي طعم حلو جدا للمقلوبه. البصل والبتنجان هما من اكتر المكونات الاساسيه في المقلوبه. بقيه الحاجات الثانيه في ناس بتغيرها، في ناس بتشكلها، لكن دايما بلاقي ان البصل والبتنجان مشتركين في كل انواع المقلوبه. في ناس بتعمل مقلوبه اصلا بالفراخ زي ما انا بعمل، في ناس بتعملها باللحمه، في ناس بتعملها بمكونات ثانيه غير اللحمه والفراخ، على حسب ما انتوا حابين. طيب بقلب هنا، وانا بقلب كده هتبل البصل ده برشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. تعالوا نزود لها ملح كمان، حاجه بسيطه. وهاجي تاني هنا هقلب تقليبه، بطري البصل، بطري حلقات البصل دلوقتي. شايفين بدات تطرى، بدأت تبقى تندر شوية. وهقلب. تعالوا بقى نطمن كده على الفراخ، نشقر عليها ونشوف أخبارها إيه. تمام، اللون بتاعها اتحسن جدا، بدأت توصل للون ذهبي. تمام، حلو جدا. والبصل كمان أنا شايفه خلاص قدامه دقيقة واحدة، دقيقتين بالكتير قوي، ويكون وصل لطراوه جيده، وصل للون حلو وقوام حلو جدا برضه. خلينا نجيب له طبق علشان البصل يستحق طبق خاص بيه لوحده. يا استاذه نور ازيك؟ الو، ازيك يا استاذه نور؟
عليكم. وعليك السلام وبركاته، عامله ايه؟ ازاي حضرتك؟ ايه رايك توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ طيب يلا. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ طمنيني. الحمد لله كويسه. كله تمام؟ بتتابعي البرنامج ولا النهارده اول مره تتفرجي؟ ايه؟ بتتابعي البرنامج ولا النهارده اول مره تتفرجي؟ دي اول مره اتفرج. طب حلو، ايه رايك؟ عجبك الاكل اللي احنا بنعملها دلوقتي؟ جدا. كنت عايزه بس اعرف طريقه عمل البسبوسه اللي هي يعني كويسه، ساعات بتطلع مش يعني مش حلوه. حلو، هنزلك على الشاشه طريقه من طرق عمل البسبوسه احنا عملناها هنا في البرنامج. كنا عاملين بسبوسه بالجبنه القريش، كنا عاملينها عسل وطلع طعمها تحفه. هنزلك مقاديرها حالا من عينيا نور. شكرا. عايزه حاجه تاني؟ نورتينا نورتينا باتصالك. ممكن يا ربع واحمد ممكن ننزل مقادير البسبوسه اللي احنا عملناها قبل كده؟ حبيبي حبيبي. طيب تعالوا بقى نبص احنا بنعمل ايه هنا. انا دلوقتي البصل طري، فرحت مطلعه من الطاسه من الحله اللي انا بشوح فيها. وبعدين لا ازاي؟ طيب شوحت هنا دبابيس الفراخ، وفي نفس الوقت طلعت البصل اللي كان بيتشوح اللي انا كنت بطريه. هطلع هنا دبابيس الفراخ. طيب وبعدين هعمل ايه دلوقتي؟ هاجي هنا دبابيس الفراخ انا ما سويتهاش، دبابيس الفراخ انا يدوبك اديتها لسعه كده خفيفه. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا دلوقتي نشوف انا هعمل ايه. هاجي هنا هحط بقيه المكونات، هحط البطاطس، الشكل اللي انتوا هتعملوه دلوقتي انا مش سامع يا امي، ماشي. الشكل اللي انتوا هتحطوه دلوقتي هو اللي هيظل وهيفضل معاكم، فانتوا اختاروا الشكل اللي انتوا حابين ان هو يبان معاكم. طيب هعمل ايه؟ البطاطس دي نص متحمره، هحط دلوقتي شرايح صغيره من الطماطم هنا، نحط هنا كمان شريحه من الطماطم. حلو جدا. وبعدين نجم المقلوبه وهو البتنجان. يا ابراهيم ازيك؟ ازيك يا عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله كويس؟ ايه؟ بتكلمنا منين يا حبيبي؟ من الغمر. من ميد غمر. يا اهلا وسهلا، اهلا بيك. قولي يا حبيبي، بتعرف تطبخ ولا لا؟ او بتخش مع ماما المطبخ ولا لا؟ بطبخ. بتحب الطبخ؟ اه. طب ايه اكتر اكلات بتحبها؟ قول لي. ايه اكتر الاكلات اللي انت بتحبها شخصيا؟ مش هقدر انا اعبر عنها كتير. انا مش سامعك، قول تاني كده. قول تاني. ايه؟ ممكن تعلي صوتك؟ ما سمعتكش. ايه؟ احمد ممكن تقولي بيقول ايه؟ طيب حاول ترجع تكلمنا مره تانية، انا ما كنتش سامع كويس. طيب دلوقتي انا بحط دبابيس الفراخ، بعد ما عملت ايه؟ بعد ما حطيت بطاطس، حطيت بتنجان، وحطيت طماطم. انا بحب المقلوبه جدا. عايز اقول لكم على قصتي وحكايتي مع المقلوبه. انا اول مره اكلت مقلوبه في حياتي كان تقريبا من 15 سنه مثلا، وكانت سيده فلسطينيه، هي الف سلام وتحيه ليها دلوقتي يعني، كانت سيده فلسطينيه هي اللي دوقتها لي، وهي كانت ما شاء الله عليها شاطره جدا، وكانت عامله المقلوبه بدبابيس الفراخ، وعشان كده انا النهارده عاملها بدبابيس الفراخ. فانا كل ما افتكر طعم المقلوبه اللي انا اكلتها عند السيده الفلسطينيه دي افتكر قد ايه كان طعمها حلو جدا، قد ايه كانت طعمه لابعد الحدود. طيب هعمل ايه؟ هاخد شويه من الملح احطهم هنا، شويه من الفلفل الاسود، وبعدين عندي هنا التوابل، هحط رشه من الحبهان، طلع ريحه حلوه جدا وطعم حلو جدا. عندي دلوقتي حاجتين لسه ما حطيتهمش، هما ايه؟ عندي ورق اللورا، وعندي كمان القرفه العيدان. هل هحطهم دلوقتي؟ لا، هحطهم مع السائل. طب هحط السائل امتى؟ هنشوف دلوقتي كل حاجه بالتفصيل وهنعرف هنعمل ايه بالظبط. خلونا بس ايه نسخن شويه ميه، ونيجي هنا نجيب شويه نجيب مكعبين مرقه علشان نطعم الاكل كمان. حلو حلو. استاذه نور
البسبوسه بالجبنه القريش موجوده دلوقتي على الشاشه قدام حضرتك، تقدري ان انت تصوريها بالموبايل بتاعك او تنقليها. حلو، هاجي هنا هحط المرقه، مكعبين من المرقه، سيبي الميه تسخن شويه، وهاجي هحضر هنا الرز. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه عشان الحركه الخطوه دي مهمه جدا. دلوقتي انا حطيت تقريبا كل مكونات المقلوبه، انا لسه بس خلي بالكم انا لسه ما حطيتش البصل. انت جاهز الفاصل؟ طب خد فاصل وتعالى نعمل ده عشان ده مهم جدا. يلا استنونا بعد ما نرجع من الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل بعد ما كنا شوحنا الفراخ ورصينا الطبقه الاولانيه من المقلوبه، تبلناها بملح وفلفل قبل ما نحمرها، وبعدين حطيت عليها رشه حلوه من الحبهان المطحون، وقلنا ساعتها ان كمان لسه في ورق لورا وفي قرفه خشب لسه ما حطيناهاش. ليه كده؟ علشان لسه ما حطيناش السائل، ما ينفعش نحطها دلوقتي. جبنا مكعبين من المرقه زي ما شفنا قبل الفاصل، وبعدين هاجي هنا هحط عليهم شوية مية سخنة، وهجيب معلقة هدوبهم، قبل ما احطهم على المقلوبة. تعالوا بس نشوف الأول هنعمل ايه، نتأكد بس ان هم دابوا كويس. دابوا بقوا زي الفل. هاجي هنا هجيب الرز وابتدي ان انا انزل بيه. يلا يا احمد هننزل هنا بالرز لغاية ما نغطي المقلوبة. لما تبقى جاهز قولي. يلا بينا. حطيت هنا الرز، هسويه شوية. وبعدين هاجي هنا هنزل بالمرقة اللي أنا مجهزها، وبعدين المية السخنة، هعمل إيه؟ كأني بقى بسوي رز عادي جداً، هسيبه شوية لغاية ما الرز نفسه يتشرب. بعد ما الرز يتشرب لازم أوطي درجة حرارة، ولازم أغطي عشان أسمح للرز بأن هو يتشرب، أسمح للرز بأن هو يستوي. خلي بالكم من حاجة، أنا لسه ما حطيتش البصل المكرمل اللي أنا كنت بكرمله، لسه ما حطيتش بقية شرايح البتنجان، لسه ما حطيتش بقية شرايح الطماطم. هعمل كده بس مش دلوقتي، لسه هستنى لغاية ما يتشرب وبعد كده هعمل كده، وهنشوف ده مع بعض سوا دلوقتي حالا. خلونا بس دلوقتي نغطي ده بالفويل. وانتوا بتستخدموا الفويل حاجه مهمه جدا، هتلاقوا فيه وش ما بيلمعش قوي ووش بيلمع قوي. حلو، خلوا الوش اللي بيلمع قوي ده هو اللي مواجه للاكل، ما تخلوش يلمس الاكل طبعا، بس خلوه هو اللي مواجه للاكل. ده الوش اللي بيلمع قوي اللي هيبقى مواجه. حلو، ده بقى اللي مش بيلمع قوي. حلو، ده المطفي، واحد مطفي واحد بيلمع، عايزين نخلي اللي مواجه للأكل هو اللي بيلمع. عايز حتة صغيرة هنا كمان. يا مدام معيار ازي حضرتك؟ الحمد لله كويس. عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. تفضلي تحت امرك. لو سمحت انا كنت عايزه اكلم الشيف اساله على طريقه عمل المكرونه. طريقه عمل المكرونه؟ طيب تحت امرك. انا شريف. عايزه تعملي مكرونه شكلها عامل ازاي بالظبط؟ احكي لي. مكرونه بالوايت صوص. مكرونه بالوايت صوص. طيب
تعجبك لو عملنا الفريدو مثلا او عملنا نجريسكو، انهي واحده تحبيها اكتر؟ نجريسكو. نجريسكو. طيب احنا عملنا نجريسكو هنا في البرنامج الاسبوع اللي فات، تحبي انزلك مقاديرها؟ اي تمام ماشي. هو بس عشان انا بيبقى عندي شغل في المواعيد دي، فانا كنت عايز اعرف الاعاده بتبقى امتى، لان انا النهارده اجازه. طيب الاعاده بتبقى كل يوم الساعه 6 الصبح. بدري شويه. كل يوم الساعه 6 الصبح. نورتينا. بصي كمان ممكن هقول لك على حاجه، ممكن تتابعينا على صفحتنا على فيسبوك لقمه هنيه، هتلاقي طبعاً كل الحلقات بتنزل، سواء كانت طبعاً حلقه كامله او الحلقه كمان بتنزل متقطعه وصفات. يعني النهارده مثلا بعمل مقلوبه وبعدين طبعاً هعمل دقوس وبعد كده هعمل الكيك، هتلاقي ان كل فيديو من الفيديوهات دي موجود لوحده لو عايز تتفرجي عليه. في نفس الوقت طبعاً احنا هننزل لك دلوقتي وصفه النجريسكو على الشاشه، تقدري تصوريها، تقدري تاخدي مقاديرها وتقدري تعمليها في اي وقت. نورتينا طبعاً. نورتينا باتصالك. طيب انا سايب هنا المقلوبه تتشرب، سايب الرز بتاع المقلوبه تتشرب، بس في حاجه مهمه نسيت احطها، لازم احطها دلوقتي. هفتح كده فتحه، يلا يا احمد، وهاجي هنا هحط ورق اللورا وهحط القرفه العيدان علشان يطلعوا طعم في السائل ده، وبعدين هرجع اغطي مره كده. يلا بينا. يلا بينا. خلاص كده. طيب لسه زي ما كنت بقول لحضرتك، لسه البصل المكرمل، لسه البتنجان الشرايح، لسه شرايح الطماطم، لسه دول ما حطيتهمش، هحطهم بعد ما يتشرب الرز وهنشوف ده سوا. يلا دلوقتي نشوف الدقوس بيتعمل ازاي. ودي سلطه او نقدر نقول دريسنج. ليه بقول دريسنج؟ لان الدريسنج بيطلق على الصلصات البارده اللي تتاكل مع الاكل، فدي صلصه بارده فعلا. اي نعم هي تتاكل مع اكل سخن، بس هي صلصه بارده طعمها بيعجبني جدا. بلاقيها كمان بتتاكل مش مع المقلوبه بس، بتتاكل كمان ناس كتير جدا بتاكلها مع الاكل اليمني، مع الاكل اللي هو الرز البسمتي اللي عليه لحم مندي مثلا او مظبي، الحاجات دي كلها. طيب مقاديرها بسيطه جدا، خليني اقول لحضراتكم عليها ونعملها سوا، وهي كمان طعمه جدا وحلوه جدا. يلا بينا. مقاديرها 4 ثمرات طماطم مبشوره او مكعبات، ونديها ضربه صغيره بالميكسر زي ما انا هوري حضراتكم كمان شويه. بصله مبشوره، 3 ثمرات فلفل حامي، ملح وفلفل، رشة كمون، ما تزودوش الكمون، الكمون هحكي لكم قصته دلوقتي، ماشي. ورق بقدونس، تعالوا نقولها مرة كمان بسرعة. 4 ثمرات طماطم مبشورة، بصلة مبشورة، 3 ثمرات فلفل حار مفروم، ملح وفلفل، رشة كمون صغيرة، أوراق بقدونس. يلا نشوف هنعمل إيه. هاجي هنا هجيب الخلاط اليدوي. لو ما عندناش خلاط يدوي مش هينفع نعمل الوصفه دي، لا ينفع نعملها، لان احنا اصلا ممكن نعمل الوصفه دي بالمبشره. يعني ممكن نجيب الطماطمايه نقطعها نصين ونمسكها على المبشره ونبشرها، خلاص يبقى مش هنحتاج خالص الخلاط ده. طيب هعمل ايه؟ هاجي هنا هحط الطماطم المكعبات. ليه هضربها هنا ضربه؟ عشان عايز قوامها يبقى اخف من كده كمان. هقفل عليها هنا، وهاجي هنا هديها ضربة. أنا مش عايزها عصير في النهاية، أنا عايزها برضو يبقى ليها قوام خفيف كده. تاني ضربة كمان، بس حلو قوي كده. شايفين كده بقت قطع صغيرة فيها قوام طماطم، في نفس الوقت ما بقتش لسه عصير طماطم، هو ده اللي أنا محتاجه بالظبط. هاجي هنا هنزل الخليط ده هنا، وبعدين هبتدي بقى احط عليه البصل. حلو جدا استاذه ميار، النجريسكو دلوقتي موجوده على الشاشه، تقدري ان حضرتك تنقلي الوصفه بتاعتها وتعمليها وتقولي لنا رايك فيها ايه، ان شاء الله تعجبك جدا. طيب انا جيت هنا عملت ايه؟ الطماطم كانت مكعبات، ضربتها نص ضربه بالخلاط او بالمكسر، وبعدين حطيت عليها البصل المبشور. حلو، هقلب دول تقليبه مع بعض كده. بصوا بقى السلطه دي لما بتقعد طعمها بيبقى اقوى، بس فيها مشكله ان هي بتبوظ بسرعه. معظم الصلصات او الدريسنجز اللي فيها طماطم مش مستويه، الطماطم عامه من الحاجات اللي بتفسد بسرعه جدا، يعني بسهوله جدا ان الطماطم بتبوظ، حضراتكم عارفين كده حتى في الثلاجه. فخلي بالكم من صنع الدقوس ده، لما تعملوه كمان بعد ما تخلصوه حطوه في الثلاجه على طول، ما تاكلوش منه بالمعلقه وبعدين تحطوه في الثلاجه، لا، لان انت لما بتاكلي بالمعلقه من طبق المعلقه دي بتحمل
من السلايفا من اللعاب بتاع حضراتكم، فبيخلي الاكل يفسد بشكل اسرع. فبلاش نعمل كده، خلينا دايما لو احنا عايزين ندوق حاجه ناخد شويه في طبق خارجي ناكل منها او ندوق منها، وخلوا الطبق الرئيسي زي ما هو، ما حطيناش فيه معلقه. طيب عملت انا ايه دلوقتي؟ حطيت هنا الطماطم. يا جنى ازيك؟ جنى، يا جنى سمعانا؟ الو، ازيك؟ الحمد لله. ما توطي التلفزيون شويه واسمعيني من التليفون. انا موطياه. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ منورانا. وانت والله منور كلها حبيبتي، ربنا يخليكي. اتفرجي علينا بقالك قد ايه؟ بصراحه عايز اشكرك على الاكل اللي انت عملتها، الصراحه جميله جدا. انهي واحده النهارده؟ بتاعت النجريسكو. النجريسكو بس دي كانت في حلقه ثانيه تقصدي؟ ايه؟ دي كانت في حلقه ثانيه النجريسكو، صح؟ ماشي. انا عايزاك بقى تسيتك كده بقى تعملنا قولي لي عايزين نعمل ايه؟ بقى المقلوبه والمحشيات. من عينيا. النهارده احنا عاملين مقلوبه، انت شفتيها من البدايه؟ المقلوبه دي هتعجبك جدا، ممكن تخلي ماما تعملها لك بقى. شربت العسل. حاضر، من عينيا الاثنين حبيبتي، ربنا يخليكي. يلا بصوا انا عملت ايه. انا دلوقتي حطيت الطماطم، حطيت البصل المبشور، قلبت كويس، بعدين حطيت رشه من الملح والفلفل. هعمل ايه دلوقتي؟ عايز احط الفلفل الحامي. قول تاني يا احمد. يا حاجه فاطمه ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ بشوفك كل يوم والله. ربنا يخليك. زمان. طب الحمد لله. انا عندي 80 سنه، خلي بالك. يا ربنا يديك يا رب الصحه وطول العمر. الله يخليك. الله يفرحك يا رب باحفادك. احنا وانتوا سامعين. ربنا يخليك. بقول لك عايزك تعمل لي البابريكا والهريسه. انا من عينيا الاثنين، عايز الهريسه وعايز ايه كمان؟ الله يكرمك يا حبيبي. عايز ايه كمان غير الهريسه؟ انا ما سمعتهاش الاول. الله يكرمك. كفايه بشوف وشك البشوش والله. انا مش سامع يا احمد، ممكن تقول لي؟ بقول لك كفايه بشوف وشك البشوش. ربنا يخليك يا رب، والله ده ذوق حضرتك. الله يسعدك. ذوق حضرتك منورانا. حاضر، هقول لك البابريكا وهقول لك الهريسه وهعملهم لك في حلقه خاصه لحضرتك. من عينيا الاثنين يا حاج فاطمه. طيب خلاص انا كده خلصت هنا. عايز دلوقتي احط الكمون، وهحكي لكم بسرعه قصه الكمون. احنا قلنا قبل كده على الكمون ان هو من التوابل البلطجيه. ليه بنقول كده؟ لان هو بيستحوذ على الاطعمه. يعني ايه بيستحوذ على الاطعمه؟ يعني لما نيجي نحطه على حاجه بياخد الطعم كله في سكته، بيخلي الحاجه اللي احنا بنتبلها بالكمون طعمها كلها كمون، طعمها مش اي حاجه تانية غير الكمون. فلازم نستخدمه بحرص. ممكن نحط منه بس نحط شويه صغيرين جدا، عشان لما نيجي ناكل الاكل نحس بالكمون في نهايه البلع، حاجه اسمها افتر تيست، بعد ما تبلع الاكل وبعد ما تمضغه تحس بشعره من طعم الكمون، لكن ما ينفعش تبقى حاسس بطعم كمون قوي جدا. طيب انا دلوقتي كده قلبت بعد ما حطيت الكمون، هحط ايه دلوقتي؟ اخر حاجه هكمل الفلفل المفروم، وهاجي هنا هحط اوراق البقدونس، هقطعها بايدي وانا نازل بيها بالشكل ده. هوت مش محتاج سكينه ولا حاجه وانا بقطعها، وبعدين هقلبها. تعالوا بقى نفتح دلوقتي نبص على نشقر على المقلوبه. تمام، المقلوبه اتشربت، لازم اوطي دلوقتي حالا عليها واحط بقيه مكوناتي اللي انا شايلها للوصفه دي، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه تاني. هاجي هنا هحط البصل، وبعدين هاجي احط البتنجان، وانا حاطط بتنجان فوق وتحت، وهحط كمان طماطم فوق وتحت. هاجي هنا احط الطماطم، حط كمان واحده هنا، شويه عصير الطماطم دول هنحطهم، مش هيخسروا ابدا، بالعكس هيدوا طعم حلو. محتاج ارجع اغطي مره تانيه عشان تكمل التسويه بتاعتها. قول يا احمد. يلا من عينيا الاثنين يا حبيبي. طيب نغطي بس دي الاول يا احمد. هغطي خلاص كده للمره الاخيره، هغطي المقلوبه وهسيبها لمده ربع ساعه بس. ربع ساعه هتبقى كفيله بان الرز يستوي، وكده كده الفراخ طبعا بتستوي قبل تسويه الرز بشويه كمان. دلوقتي انا هطلع فاصل وارجع لحضراتكم، نغرف الدقوس، نشقر على المقلوبه، ونعمل كيك البلح. استنونا.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. احنا رجعنا من الفاصل بعد ما كنا عملنا الدقوس وفي نفس الوقت كنا حاطين المقلوبه على النار، الرز بتاعها اتشرب، حطينا كمان راق من البتنجان والبصل المكرمل وشرايح الطماطم وهي كده بترقد في سلام في الحله او في الصينيه بتاعتها لغايه ما تخلص تسويه. هنسيبها تبرد بعد كده بعد ما تستوي علشان لما نقلبها تطلع بالشكل المثالي اللي حضراتكم عايزينه. خلصت كمان هنا الدقوس، خلونا نغرفه في طبق وبعدين نشوف الكيك اللي بالتمر دي هنعملها ازاي بالظبط بالبلح الامهات الرطب. طيب هنيجي هنا نبتدي بقى نغرف الدقوس. سيبوها كمان في التلاجة لمدة ساعتين، طعمها هيبقى اقوى واغنى كمان، بس هي طعمها حلو جدا، طعمها لايق جدا مع اكلة زي المقلوبة اللي احنا عاملينها النهاردة لحضراتكم. تعالوا ناخدها نحطها على السفرة ونشوف بقى هنعمل ايه في موضوع الكيك اللي بالتمر دي، هنعمل ايه بالظبط. يا استاذة ام فرح ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كاتو ازي حضرتك عاملة ايه؟ بحك انا اولا بشكرك جدا جدا على كل حاجة حضرتك بتعملها، بتسلم جديد. ده ذوقك والله، ربنا يخليك يا رب. ايه اكتر حاجة بتعجبك؟ لا كل حاجة، كل حاجة الحمد لله، يعني استفدت منك كتير جدا. طب الحمد لله. طب ايه اكتر وصفة مثلا علقت معاكي او حسيتي ان هي دي حلوة قوي؟ لا بص، هو في طبعا حلقه يوم الخميس اللي بيبقى فيها الاوائل الاكل طبعا بتبقى لذيذه جدا. يعني عارف حاجه ايه بقى بتفيدك بشويه افكار كده تعرفي ازاي تصرفي في بواقي الاكل الموجوده في الثلاجه. حلو. وحلقه البسطه اللي كانت بالسي فود طبعا وبلح البحر كانت رائعه جدا. طب كويس ان عجبتك الحمد لله. لذيذه جدا جدا بصراحه. طيب انا بس استفدت من حضرتك. فرح بنتي عايزه اكلمك ممكن؟ طبعا يا فندم. هي عندها كام سنه؟ فرح عندها 10 سنين بس شاطره جدا، ساعات بتطلع معايا. يلا دهاني دهاني على طول. اوكي. الو يا فروح ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا سيف؟ عامله ايه يا فرح؟ كويسه الحمد لله. ايه اخبارك؟ كويسه. تحبي الطبخ ولا لا؟ شويه شويه. وانا احب الصراحه عادي، ايه المشكله؟ طب ماما ايه اكتر حاجه ماما بتعملها حلوه؟ حاجات كتيره حاجات كتيره. طب ما تديني مثال كده عشان نخلي ماما تعملها لك. قولي لي. باستا بالوايت صوص. باستا بالوايت صوص حلو جدا. طب دي ماما شاطره قوي بقى. طب حلو، انت منورانا يا فروح. في اكله معينه عايزه تاكليها تحبي نقولها لك دلوقتي او نحط لك مقاديرها على الشاشه؟ قولي لي. طريقه الوافل. طريقه الوافل؟ اه. هعمل لك الوافل في حلقه الاسبوع الجاي ده على طول، ايه رايك؟ طيب. فانا عايزه جوه الوافل ايه؟ شوكليت. شوكليت من عينيا الاثنين. هعمل لك وافل الاسبوع الجاي عشان خاطرك انت بذاتي فرحه من عينيا الاثنين. طيب تعالوا نشوف انا عملت ايه. الاول عايز اقول لكم المقادير. خدني الكلام مع فروحه ونسيت اقول لكم المقادير. كيك البلح مقاديره كوبايتين دقيق، كوبايه ونص ميه، ربع كيلو بلح رطب مخلي ومتقشر، معلقه بيكنج صودا، معلقه بيكنج باودر، كوبايه زبده، كوبايه الا ربع سكر، رشه فانيلا، وثلاث بيضات. هزين بايه؟ هزين بعين جمل سوداني لو عندي سوداني، بلح رطب، وهكذا. يلا نشوف بقى انا هعمل ايه بالظبط. انا اول حاجه هبتدي بيها، حاضر، اول حاجه هبتدي بيها السكر والزبده والبيض، هحطهم وهخلطهم وانا هعلي يا احمد وانت بقى ايه هتعلي انت كمان. فانا هنزل هنا رشه من الفانيليا وارجع اضرب تاني. يبقى انا كده حطيت سكر، بيض، زبده، ضربت، وبعد كده حطيت رشه الفانيليا وهرجع اضرب مره تاني.
يلا نشوف هنعمل ايه. هاجي دلوقتي هحط 3 ارباع كميه الدقيق، وهحط البيكنج سودا والبيكنج باودر. حطيت 3 ارباع كميه الدقيق، البيكنج سودا والبيكنج باودر. حلو جدا، ماشي. هديهم ضربه سريعه، هنوطي بقى درجه الحراره شويه، نوطي السرعه شويه. واول ما يتقل معانا كده هعمل ايه؟ هيبقى جنبي الميه. هوقف هنا وقفه سريعه، وهجيب سباتولا انزل بيها اللي لازق من الدقيق حوالين الاناء اللي انا بعجن فيه. يا مازن ازيك؟ اديني لحظه هعجن بس. ازيك يا مازن؟ معلش يا مازن، ممكن تحاول تكلمنا مره تانية؟ لو انت معاك ورقه متكلمه. الكيك ما بياخدش عناء كبير، بياخدش وقت كبير، وبيطلع طعمه حلو جدا. ليه وانا بضرب ما حطيتش التمر؟ علشان وانا بضرب لو حطيت التمر مش هيخلي الكيك تتجانس ابدا، هيخليها القوام بتاعها مش مظبط. هعمل ايه؟ هجيب صينيه هحط فيها زبده ودقيق. شيف امين وشيف شراره ربنا يجزيهم خير حطوا لنا زبده، وبعد كده حطوا لنا رشه من الدقيق. ليه عملوا كده؟ علشان الكيك ما يلزقش. هعمل ايه؟ هاجي هنا هنزل بعجين الكيك ده، وبعدين هجيب السباتولا اللي انا كنت شغال بيها، وهنزل بيها عجين الكيك. حلو. وبعدين اجيب منديل هاجي هنا هحركها سريعا، خلاص ده مش محتاجينه مره تانيه، احطه هنا اهوت. هاجي هنا هحط شويه من الامهات البلح الرطب، وبعد ما هحطه كده هضغط عليه شويه، عايز انزله تحت شويه، بس الاول عايز احطه على الوش هنا قبل ما اعمل كده. هنا واحدة جنب دي زي الفل، وشوية هنا في النص. طيب هعمل ايه؟ هجيب الاسباتولا، هجيب اسباتولا تانية بقى، هضغط شوية كده هنا علشان مش عايز ده يبقى باين قوي، عايزه باين بس مش قوي يعني، فعشان كده هضغط عليه شوية. هوريكم في النهاية هنعمل ايه بالظبط. هضغط هنا كمان، هنا شوية كمان، هنا نضغط عليها، نضغط عليها هنا كمان، نقربها كده من اختها كده. حلو جدا، انا بالنسبه لي كده زي الفل. طيب هعمل ايه كمان؟ دلوقتي انا خلاص كده عجنت العجنه بتاعت الكيك، عايز يبقى عندي الفرن مسخن مسبقا، يعني يبقى مسخنين الفرن من قبل كده بدرجه حرارته تكون 170، دي هتقعد في الفرن لمده 35 دقيقه بالظبط. الدرجة الحراره بتفرق في الوقت، فانا على سبيل المثال لو انا هسوي على درجة لو انا عندي الكيك كبيرة ممكن تاخد اكثر من 35 دقيقة، بس لو انتوا بتستخدموا صينية زي دي كده يبقى 35 دقيقة كويس جدا، درجة حرارة 170، حطها حالا في الفرن. يا جودي ازيك؟ كويس. عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ كله كويس؟ اه طيب الحمد لله. قولي لي انت بتحبي ايه في الاكل؟ شكلك كده بتحبي الاكل انا حاسس. اه بتحبي ايه في الاكل؟ قولي لي يا حبيبتي. بحب حاجات كتيرة. بتحبي حاجات كتير؟ طب ما تدينا مثال كده، قولي لي حاجه من الحاجات اللي انت بتحبيها. رز ملوخيه مثلا. ملوخيه؟ الله، انا بحب الملوخيه قوي. انا كمان. ايه كمان؟ والفته. الفته، الله. لا ده انت بقى تيجي مره بقى تطبخي معايا بقى. طب قولي لي ايه اكتر حاجه ماما بتعملها حلوه؟ الفته. الفته بتعملها حلو قوي. طب حلو جدا. طب ايه من الحاجات اللي انت نفسك تاكليها بس لسه ماما ما عملتهاش قبل كده؟
شوربة الطماطم. شوربة الطماطم؟ اه. ايه ده انت شاف قوي. انت عارفة حاجات متخصصة جدا. هعمل لك مرة شوربة الطماطم من عينيا الاثنين. حاضر. نورتيني يا جودي والله بجد. طيب حلوة قوي جودي دي. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هحط، عايز اعمل جليز. انا حطيت الكيك في الفرن والمقلوبة على النار تقريبا استوت او فضل لها 5 دقايق بالظبط زي الفل. الدقوس خلاص غرفناه وحطيناه. هنا عايز اعمل جليز. يعني ايه جليز؟ يعني طبقه لامعه ليها طعم حلو تتحط على الكيك. هعمل ايه؟ هجيب مضرب سلك زي الفل يا احمد، وهحط هنا سكر البودره. ده مش كاتبينه في المقادير لان ده مش داخل في مقادير الكيك، دي حاجه انا مزودها دلوقتي زي الفل. طيب خلاص تمام والله كتبنا خلاص يا احمد. طيب هعمل ايه؟ حاضر زي الفل. حطيت هنا سكر البودره، وهحط هنا معلقتين من اللبن، وهضرب بمضرب السلك لغايه ما احوله لشكل جليز. هنشوف حالا يعني ايه جليز ويعني ايه او هيستخدم في ايه بالظبط. حلو. هاجي هنا هضربه. شفت شايفين انا ما حطيتش لبن كتير علشان مش عايز الشكل او مش عايز القوام يبقى خفيف، عايزه تقيل سنه. هاخد بقى اي حاجه لازقه كده واحرك هنا كده المضرب اكتر واكتر، اسرع واسرع، ويجي هنا. محتاج يعني بق لبن صغير جدا زي ده، ممكن شويه صغيرين كمان كده، بس حلو قوي كده. هقلب تاني 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 كده. حلو قوي القوام ده، حلو. هيفرد معايا وهيفرش وهوريكوا تعملوا بيه ايه بالظبط. طيب يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن نص كوبايه سكر بودره ومعلقتين لبن كبار. حلو. هاجي هنا هجيب بقى الحاجات اللي انا هزين بيها الكيك. عندي البلح نفسه، وعندي عين الجمل. خلونا نجيب له حاجه نحط بيها. هاجي هنا هاخد بقى من البلح ده. زي ما قلت لكم الكيك دي بتقعد في الفرن لمده 35 دقيقه، درجه الحراره بتبقى 170. دي درجه حراره كافيه جدا بان هي تستوي وتبقى زي الفل. بحط هنا شرايح من البلح المخلي. طبعا لازم يكون مخلي لان ما ينفعش وانا باكل كيك الاقي بذر جوه البلح. فاضل واحده كمان بس نحطها هنا اهوت بالشكل ده. تعالوا نعدل دي كده. كده هي جواها بلح وكمان حاطين بلح في التزيين بتاعها. تعالوا بقى ناخد واحدتين من عين الجمل. ولو انتم ما عندكوش عين جمل ما تقلقوش، ممكن تحطوا سوداني، ممكن ما تحطوش حاجة، على حسب المتوفر عندكم. عين الجمال ده بحس ان هو شبه مخ الإنسان جدا. حد عنده نفس الإحساس كده؟ نقلب. في ناس بتخاف تاكله يا أحمد فعلا؟ أنا معرفش المعلومة دي يعني، بس أنا عارف إن هو أو أنا بحس ان هو شبه المخ جدا. طيب تعالوا نقلب دي بالشكل ده اهو. لا المخ خلاص اهو زي الفل. في مخيه عايزه تهرب. هعمل ايه؟ هجيب بقى الجليز اللي انا كنت بعمله، هضربه ضربه قبل ما احطه، وهنزل بيه هنا بالشكل ده كده اهو. وهسيب الجزء اللي فوق ده فاضي. ده بيتعمل بيه ايه او ده بيتقدم ازاي؟ دي كيك بتتاكل بارده ما بتتاكلش سخنه. فبعد ما انا عملت كده وحطيت الجليز وحطيت التمر، هقطع قطعه. القطعه دي يكون فيها جزء من الكيك طبعا بالضروره، واحده من التمر اللي احنا حاطينه للتزيين، قطعه او قطعتين كمان من عين الجمل. طعمها بيشهي جدا، طعمها حلو جدا. تعالوا نشوف احنا النهارده عملنا ايه. النهارده احنا قدمنا لحضراتكم مقلوبه، عاملينها في حله واحده، عاملينها في صينيه واحده، بنسيبها تبرد بعد ما سويناها وبعدين بنقلبها. عملنا كمان كيك التمر الرطب. عملت كمان لحضراتكم الدقوس. اتمنى تكون حلقه النهارده كانت بسيطه وخفيفه على قلوب حضراتكم. اتمنى ان حضراتكم تكرروا او تنفذوا المقادير دي وتبعتوا لنا صور على صفحه البرنامج على فيسبوك لقمه هنيه، تورونا اخبار الاكل ايه. اتمنى اكون النهارده كنت ضيف خفيف على قلوب حضراتكم. اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.